Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. دي قناتنا على اليوتيوب. ياريت تعمل اشتراك، سبسكرايب، لايك، وتشاهد فيديوهاتنا. احنا عاملين فيديوهات في جميع المراحل للأطفال والكبار ولتأسيس اللغة الإنجليزية، وعاملين كورسات كتير لجميع الطلاب. اتكلمنا في فيديو سابق عن ازاي نحل جزئيات الامتحان المختلفة للمرحلة الثانوية. الامتحانات خلاص على الابواب. النهاردة هنكمل ازاي نحل سؤال الديالوج، المحادثة. سؤال الديالوج من السؤال اللي هو confusing شوية بالنسبة للطلاب، بس احنا النهاردة ان شاء الله هنحله بطريقة بسيطة، وهنعرف ازاي نحل الديالوج بطريقة سهلة وما فيهاش اي تعقيدات. تعالى يلا نبدأ كده ونشوف هنعمل ايه. في سؤال الرايتنج في الورقة الامتحانية هيجيني finish the following dialogue، انهي المحادثة دي. أول حاجة هقرأ المحادثة كويس مرة واثنين وثلاثة أو أكتر من كده، أهدى أعصابي، أشوف أقرأ الجملة اللي هو بادئ بيها كويس. الجملة اللي فوق بتفهمني حاجات كتير، الجملة اللي فوق بتفهمني حاجات كتير، لازم أقراها وترجمها. بعد ما أقراها وترجمها أشوف أطراف المحادثة مين. أقراها كويس، أقرأ أطراف المحادثة كويس. هنا مديني أمجد وريسبشنست، أمجد وريسبشنست، يبقى عرفت أطراف المحادثة مين. أمجد شخص من الأشخاص، وريسبشنست اللي هو موظف الاستقبال في الفندق. يبقى كده حددت مكان المحادثة فين، وحددت الحوار اللي هيحصل ايه. والجملة اللي فوق بتفهمني حاجات كتير، اوعى تنسى الجملة اللي فوق، اقراها ترجمها، هتوصلك لحاجات كتير. اقرا المحادثة كذا مرة ما بستعجلش. الاجابة بتعرفني السؤال، والسؤال بيعرفني الاجابة. حركتك يا هولندا، بشوف الكلام ده كويس، وحط نفسي مكان الشخص اللي بيتكلم. انا بكلم شخص قدامي على طول وهو بيكلمني، انا بسأله وهو بيرد عليا، او انا برد عليه وهو بيسألني وكده. تاخد بالك من الحتة دي، لو انت رأيت الحاجات دي كويس you're going to answer the dialogue correctly. okay let's start كده هو. يلا نبدأ مع بعض ونشوف نحل المحادثة ازاي. اتمنى تكونوا خلاص انتوا حلتوها، شطار انا متأكد من ده. finish the following dialogue، انهي المحادثة دي. Amjad is reserving a room at a hotel in Cairo. Reserving يعني بيحجز. It equals book. Book يعني يحجز، وbook as a noun معناها كتاب. يبقى كده عرفت ان Amjad بيحجز غرفة في فندق في القاهرة. نرى محادثة كويس مع بعض. Amjad, excuse me. Receptionist, موظف الاستقبال. Single or double? Amjad هيرد عليه. There is a question here. في سؤال أنا هجاوب عليه. بناء على السؤال أنا بجاوب. Receptionist. Oh, there is a question here. في سؤال. Oh, there is a question mark. So I'm going to write a question. هكتب سؤال. According to the answer. بناء على الإجابة دي هجيب سؤال. أمجد، my name is أمجد. نبيل، اسمي أمجد نبيل. receptionist، موظف الاستقبال. yeah here is another question، في سؤال تاني هو هجيبه ازاي. بناء على الإجابة دي، الإجابة دي هتوصلني للسؤال. أمجد، certainly here is my ID. receptionist, thank you. رد علي قال له شكرا. أمجد، أمجد بيسأل المرة دي. هجيبه منين؟ هجيب السؤال منين؟ من الإجابة. receptionist, 200 pounds, sir. أمجد، there is a question، في سؤال.
في علامة استفهام، يبقى أمجد هيسأل سؤال. هجيبه إزاي؟ بناء على الإجابة الموجودة. receptionist sure you can pay with credit card. أمجد here you are، تفضل. receptionist thanks you're in room 507. It's a single spacious room. Here is the key. Amgad, thanks. It sounds like everything's I expected. أرينا المحادثة، نترجمها كويس، نشوف الجملة اللي فوق هتفهمني وهتوصلني حاجات كتير، نقراها مرتين تلاتة ما بستعجلش، وبعد كده أبدأ أشتغل وحل المحادثة بتاعتي. Let's answer it together. Okay, let's answer it together. Amgad, excuse me. Receptionist, single or double? يبقى هو عاوز يحجز غرفة. الجملة اللي فوق هتفهمني هو عايز ايه. يبقى حول ايه؟ Yes. Yeah, excellent. برافو عليكم. ما تشطر اهو. ممكن اقول ايه؟ I would like to book a room. I would like to reserve a room. I want to reserve a room. Okay. في بدائل عندي. أهم حاجة وصل المعنى صح. Okay. So here I can write I would like to reserve a room. أنا عاوز أحجز غرفة. I want to book a room. Okay. في بدائل عندي، مش الدنيا هتوقفني. Receptionist single or double. غرفة فرد واحد or مزدوجة. هعرفها ازاي؟ اختار بمزاجي ولا اقرا المحادثة كويس؟ للي لما اقراها كويس مرة واثنين ثلاثة في حاجات مرتبطة بحاجات. خلاص؟ هقرا كويس هعرف انها تحت خالص single room. Single room. So here هكتب له ايه؟ single please. single please. قبل please في كوما من تحت، خلي بالك. okay single please. جاوبنا على السؤال. عرفتها ازاي؟ قريت المحادثة كويس، ما بستعجلش. I am not in a hurry. okay here is another question. سؤال اخر question mark هيك اهو. امجد رد، الاجابة بيقول my name is امجد نبيل. سؤال سهل جدا طبعا. what's your name؟ What's your name? Question mark. What's your name? My name is Amjad Nabil. رد عليه قال له اسمه. كويس خالص، ما فيش أي مشكلة معايا. Receptionist. Another question here. في سؤال عندي، هجيبه منين؟ من الإجابة. الإجابة بتعرفني السؤال والسؤال بيعرفني الإجابة. موضوع بسيط جدا. أمجد certainly it equals sure بالتأكيد. Here is my ID. اتفضل البطاقة بتاعتي اهي. يبقى هيقول له ايه؟ Yes, try to think of the answer. Yeah. في بدائل عندي. ممكن اقول له may I see your ID please? Can I see your ID please? بس may I see افضل للاحترام اكتر. استخدمها للاحترام اكتر. Could I see your ID please? Okay. فنكتب هنا may I see your ID D
please question mark may I see your ID please جبت السؤال بناء على الإجابة certainly here is my ID اتفضل اهو اتفضل البطاقة بتاعتي اهي receptionist thank you لما اداله البطاقة قال له thank you شكرا أمجد أمجد here is a question أمجد بيسأل سؤال receptionist 200 pounds sir محتاج منك 200 جنيه يا فندم يبقى السؤال هيكون ايه ها بيسأله عن السعر يا بستخدم ايه عشان اسأل عن السعر how much يبقى حقول ايه how much is that How much is that? Okay. ممكن أقول How much is a single room, please? A night, بالليل في يعني الليلة بكام؟ أو How much is that? Yeah. Yeah, 200 pounds, sir. And get another question here. في سؤال آخر عن استفهام. Receptionist, sure, you can pay with credit card. هجيب السؤال ده ازاي؟ هقرا الإجابة كويس. أترجمها، أعرف معناها، ومن خلال الإجابة هجيب السؤال. Yes, try to think of the answer. Yes, it's easy. خلي بالك لما تلاقي sure او certainly او الاجابه فيها yes و no يبقى هتسال بسؤال بفعل مساعد معناه هل اجاوب عليه yes او no او sure او certainly يبقى حال ما اصل اقول واسال اقول can I pay with credit card please ممكن ادفع ببطاقه الائتمان بتاعتي اوكي سؤال سهل جدا يلا نكتبه كده مع بعض يبقى can I Pay with credit card, please. Question mark. من خلال الإجابة جبت السؤال. Can I pay with credit card, please? قال له sure. You can pay with credit card. Amjad, here you are. تفضل. Receptionist, thanks. You're in room 507. It's a single spacious. Spacious mean wide, very wide. أوضة فسيحة، واسعة، مريحة. Comfortable. A single spacious room. Here is the key. اتفضل مفتاحه. أمجد. Thanks. It sounds like everything I expected. بكده احنا عرفنا ازاي نحل سؤال المحادثة كويس. نتدرب عليها. احنا هنا مش بنحل مع بعض. احنا هنا بندربك ازاي. تعرف تحل السؤال علشان تقدر تطبق ده على جميع الأسئلة. والدنيا تبقى سهلة وبسيطة معانا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. استنوني طلب الثانوية العامة في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. هنغطي جميع أجزاء المنهج بالشرح والحل والمراجعة النهائية. وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. وياريت ما تنسوناش بليز سبسكرايب اشتراك لايك و اتعلم معانا في فيديوهاتنا اللي جاية واشوفكم على خير. Goodbye. مع السلامة.